انا خرجت تقريبا، انا حاولت يعني بعد قدمت على فيزا امريكيه وحصلت كل شيء تمام. طبعا انا توجهت بعد ما تلقيت دعم من الاوسكار، توجهت للسفاره الامريكيه بعد اخذ موعد، فحصلت على الفيزا. ومن ثم هذا الحكي اليوم الجمعه الماضي من 10 ايام تقريبا، وكان مفترض اني اسافر يوم الثلاثاء، ولكن للاسف ما حسنت اسافر لاني امن المطار خبروني انه هذا الجواز غير صالح للسفر وفيه مشكله. فانا بعد لا بتركيا قالوا لي انه الجواز غير صالح للسفر، فكان يعني الوقت كثير ضيق، فاتجهت لحل اخر هو استخراج وثيقه سفر من السفاره الامريكيه بس، ولكن كان الوقت كثير ضيق بين الثلاثاء ويوم السبت، فما احسنت استخرج هاي الوثيقه لاني كان الوقت ضيق وما احسنت اسافر لهذا السبب بس. ولكن يعني الشيء المهم بالنسبه لي ما هو انه اروح احضر الاوسكار او لا، المهم انه الفيلم اللي اشتغلنا عليه وصل الاوسكار، نقل معاناة المدنيين، نقل القضية السورية لحتى العالم ترجع تشوفها ويرجع يشوفها حجم المعاناة، وهذا يعني هذا أهم شيء بالنسبة لنا. أنا توقفت بالمطار وقالوا لي إنه في الجواز فيه مشكلة بس، ولكن ما مهم إذا سافرت ولا لا، المهم إنه الفيلم اللي اشتغلنا عليه حاليا هو فاز بالأوسكار وهذا أهم شيء. يعني لما فاز الفيلم هو نقل، يعني نحن شعرنا انه بفخر كبير لاني حسنا ننقل القضيه السوريه ونفرج العالم ايش عم بصير بسوريا. نحن صحيح نحن حاولنا نكون نحضر الاوسكار بس، ولكن ما احسننا. والشيء الاهم انه حاليا الفيلم فاز بالجائزه، ونتمنى من العالم يعني اللي راح يشوفوا الفيلم واللي يعني صوتوا على الفوز الجائزه انه يبلشوا يعني يضغطوا ويساعدوا لحتى يوقف هذا القصف اللي عم يستهدف المدنيين. يعني نتمنى منهم مو يشوفوا الفيلم، نحن ما هدفنا انه والله نعمل فيلم حتى ياخذ جائزة الاوسكار، هدفنا نعمل فيلم لنسلط الضوء على معاناة الشعب اللي عم يعيش تحت القصف لحتى هن يتدخلوا ويوقفوا هاي المعاناة، يوقفوا القصف، لاني يوم عن يوم الوضع عم يزداد سوءا، الوضع عم يزداد سوءا بسوريا للاسف. هلا نحن بالنسبة لنا كدفاع انسانيا يعني تركيا من اكثر الدول اللي استقبلت يعني السوريين، وبالنسبه لنا كدفاع مدني فيعني كثير يعني حصلنا على تدريب لمتطوعين دفاع مدني بتركيا، وهذا ساعدنا كمان لنقل هاي الخبرات ولحتى ورفع هذا الشيء، رفع من كفاءه المتطوعين اللي هلا حاليا هن عم يقوموا باعمال البحث والانقاذ. فرقنا اجوا دخلوا على الارض التركيه، يعني اخذوا بعض التدريبات ورجعوا المتطوعين لسوريا ونقلوا هاي خبراتهم للمتطوعين الاخرين، وهذا الشيء رفع من يعني من قوه الدفاع المدني. صالح صديقك كان صالح ليلى طبعا. بلشت التصوير بعام 2011، كنت صور المظاهرات، بعدين اسسنا مركز حلب الاعلامي البو ميديا سنتر. وهيك هو يعني هو كصالح بيعبر عن حلب. بعدين بعد دخول الجيش الحر على حلب وتطور المعارك واستخدام النظام للبراميل المتفجره والقذائف والصواريخ، صرت اشتغل مع وكالات، اشتغلت مع وكالة الاي اف في بالفوتوغراف، اشتغلت عام 2014. صار يتقدم الميليشيات الايرانية فصار العالم تطلع يعني تهرب. كان المعارضة في عام 2015 تحولت للافلام الوثائقية. لحد الان انا صورت 13 فيلم. متكافية ابدا. يعني مثلا اذا انت بدك تعتبر انه الحمد لله رب العالمين وقدرت اليوم هاي جائزه، يعني تعتبر شيء كثير كثير مهم بالنسبه لي بسي فيتي، بالشيء بالرساله اللي قدمناها. أيوة. فرجينا العالم كله شو عم يصير بسوريا، شو كان عم يصير بحلب.